ليكيب تيب باش تختار لنا شكون تعتبرهم افضل 11 ملاعبه خلقتهم الكره التونسية، افضل تشكيله. نبداو بالجارديان ما بين شكري وعتوق. شكون تختار؟ هو ذي ظهر لي مقارنه ازليه بين شكري وعتوق، ديما شكون الافضل؟ انت في رايك شكون؟ نتصور عشر زوج عشت خاطريهم بالباهي. اي ديزون كو فماش خير منك ينجم يختار. نقول امون دوني كل واحد عنده اون فورس اكسبسيونيل راهو بلاش دبلوماسي. لا لا بلاش دبلوماسي. شكري باغ اكزومبل عتوق تدخل له راس راس الجول قليل مش تماركي له. سي ان دي رار غارديان دو بوت كي تجمع لي كاليتين تاع هذا لي كاليتين تاع هذا لي ديفون تاع هذا لي ديفون تاع هذا شكون تختار؟ اي ما هي سي هوني يا ان بو دو سونتيمون كي سو في نقول شكري لواحد. لا بلاش سونتيمون. لا ما نجمش. لا بيرسون تان تو. لا بيرسون اي تان تو. ما تنجمش تفرق ما تنجمش تفصل. فانت اليوم تدرب ملاعب هذا تحبه ملاعب ما تحبوش تلعبه خاطر هذا تحبه وهذا ما تحبوش. ليه؟ اي لازمك تفرق. هذاك عشت معاه عرفته تعرفه عشت معاه. باهي خاي ما عادش عندنا برشا وقت. على اليمين شكون نحط؟ ما ذويب مختار ذويب. على اليسار نجم نقول فهم برشا اللي كانوا هكايا ما حتى الكعبي متى لقيت علي الكعب في الاكس. في الاكس نحط خالد بن يحيى. الله يرحمه سيد شو اسمه؟ مغيرب. احمد المغيرب. الله يرحمه. ما يسي جوا اون ديو بيان كو اثنين عندهم لي ميم بريسك لي ميم كاليتي فهمت. فما جعايدي سيدي قلت اي شكون تنحي؟ وهي تلعب بثلاثه. اي خالد وجعايدي. خالد وجعايدي باهي قدام في الوسط. في الوسط عندك دمي ديفونسيف فما غميض قلت نجيب غميض. شكون اخر معاه؟ فما عقربي. عقربي ايه طارق هما ثلاثة. كيفاش تلعب ثلاثة ولا أربعة في الوسط؟ عقيد بونتا اي بكنت الله يرحمه به. فما شكون زوز على جناب هكا حطوا فما فما برشا كي وقت جيت قلت تقول لي فرزيت سيتي ان دي بيرمي اي هذاك اللي يجي على بالك الاول هذاك حاجتي به اللي على اليمين شكون نحط؟ انا ندخل معاهم برمضان برمضان فهي تلعب بربع في الوسط اربع في الوسط تعتبر برمضان من احسن لعبيه في تاريخ تونس معناها الي تري الي تونترا لا ريت الواحد نتاعو لا بروغريسيون نتاعو اللي انا مشى لبرا وجا الي فينو سي اون اوتر بيرسون ان شاء الله يكمل الي بري اون اوتر ديمونسيون اون اوتر ديمونسيون ان شاء الله يكمل خدا ثقه في روحه اكثر زدني اتاكون مع عقيد شكون الاخر نحطه؟ فما واحد نحبه ياسر انا اي شكون ياسر ياسر معناتها جي كرو بوكو اون لوي هو بوه كان معايا في الوحده نسيت اسمه والله بس وين لعب؟ تو برشا خاطر في قطر يلعب مساكني يوسف المساكني باهي كان تيري تشكيله مراد محجوب في ليكيب تيب ليكيب تيم يعطيك الصحة شكرا ليك شرفتنا بحضورك بحضرنا اليوم سيمرات ما ريت هوني نقعد انا بقى جيت راني هكايا نتكلم هكا نتكلم اللي يقول معناتها جو سوي دو 1914 معناتها علاش على خاطر جي بري تو لي جوار كيزون ايتي pour toi que alors que parfois mate physiquement ces joueurs là peut-être qu'ils peuvent pas jouer dans ce football actuel صحيح صحيح معقول